صافي غادي ناخذ اليوم فيديو جديد، بغيت ندير شي تحدي. شي تحدي ما كاين مع من ندير التحدي. بغيت نفكر ولا لقى الحل. غادي التحدي مع راسي. التحدي هو اش غنكتب هنايا، غنكتب هنايا شي تحديات وغنقطع الوراقي و غنديرهم هنا ونخلطهم ونهز منهم. غنهز منهم ثلاثة، ودوك ثلاثة التحديات خصني نديرهم، علما أنه التحديات اللي غادي نكتب هنا. صبر، التحديات خصهم يكونوا مخلطين، يكونوا مجهدين. المهم غنفكر دروكا وغنكتبهم ونعاود نرجع لكم. دروكا هما التحديات موجودين، غنفتح لكم واحد واحد قبل ما باش تعرفوا اش اللي كاين. كاين صور ثلاثة هاد الفيديوهات وتلوحهم فلاشين غدا. قسمت لك الافكار كاينين، غير الكونيكسيون ثلاثة هاد الفيديوهات تقيلة شوية. المهم الاول، ثاني 10 السلطوات ديال اللور متابعين. تقلب سلطو اللور، تقلب سلطو اللور بلا ما تسطره. 10 متناول. ثلاثة الشوافل في المتناول. لا جوج ديك النهار كنت نتدارس معاهم وباش يجيو. المهم الى اللي جاو قلب كوب صل الماء على راسي. عندي شوية كدار الحال، عندي شوية فيها إنا 30 تراكسيون. عرفتي شحال هادي بدات تراكسيون؟ مهكاش نكمل 20، ربي ما نجي فيها بعد. عندي شرب جوج بيضات، قلب فليك صحيت. واحد اللعبة كانو بيترين عليها، ما ترينيش عليها. المهم نطوزها هي، تتحط يديك هكا في الحيط وتدور. ما عنديش معاها بزاف، ولكن إلا جات في التحدي خصني لعبة. حط هادو ديرو هكا. التحدي الأول، بسم الله بسم الله. بلا تسلمة. المهم هذا غنديرو في الاخر، نشوف واحد اخر. انا كبيتي عليا دابا ما يمكنش ليا نجي لهنا. هذا المهم غنديرو في الاخر الفيديو، غادي نكون بسلمة على راسي. صبر غير هما لي جاو ثلاثة الشوافل، غير هما محاكاة التحدي هدا. فين بالي انت في ديك الكاميرا نمشي شو انتي. واخا نشوفو التالت، على الله التالت يكون اللي زوين. نبداو هي بشي واحد زوين، يا ربي ما يكون بعد هداك الفليب في الحيط. يا ربي ما يكون هو، وما يكونش ثلاثة تراكسي الله، وما يكونش هبط. هادي هما بيكون قلب فليب فلحيط. جوج لعابي ما عنديش، وصل لبا بقاو معايا بقاو معايا. وقولوا لي ما تنساو تكتبوا لي تحت التعليقات التحديات اللي يمكن زعما نديرهم في الفيديوهات الجايين. قبل قول لي كان المهم شي حاجه اللي صعيبه ويمكن دا اللي راه التحدي جاي ان شاء الله. يلا بقاو معنا نمشيو باش بين نبداو. نبداو بالفليب في الحيطه نلعبو هنا. المهم دابا غنخوي هنايا نجمع هذا الشيء كامل باش نجيب واحد البونجا نجربو فيها. عاد ديك الساعه نلعبو بلا بونجا، واخا هو ضامن ما غاديش نجيبوها. لا لا استسلموا بالفشل. المهم غنلعبو هكا، نتمنى تبان لكم شي حاجه. نطلع هادشي شويه هكا هكا. حيت هاد الشجره نقدر نضربو بالجهه.
الله الله، انا في الحيط انا في البيرو نضوف ديريكت. لا واش لي انا واش لي والله عاش جدا شابينو بيجي تحديات. انا نفطر في مريض فشل السوان عليك شنو غنمشي نقلت لها تيتسوي عظامي تكسلو شحال هادي ما ترينيت ما عطا الدين شتي اش تتبان لكم شي حاجه ولا لا. المهم الا بنت لكم في السما غاديش نبان لكم في الارض، الا بنت لكم في الارض غاديش نبان لكم في السما. المهم غادي بان لكم بالتراب دروكا راه كاينه هنا سميتها كاينه بونجا هي غنلعب في البونجا من بعد غنحيدها بغي خصني نلعبو ما عرفت عندي ما ضمر راسي غنلعبو بلا بونجا. المهم غنجربو بعدا في البونجا بقاو معايا انا عاود اكين انت عرقاني بس بغا تتزلق انا عاود هذا اخر مرة ثالث مرة ومن بعد غنلعبو بلا بونجا ولي هلا يقلب بقا معاه حيتها واحد الخلع شداني هاد المرة ما عرفت نبتو شوية باش يبان باش نبان لي في الأرض إلا تحطيت. بسم الله نبدا نعاود نعاود ويجي ان شاء الله دروك شي حيد الخلعه دغيا شتي باش زوين تحدى راسك. يلا نمشي للتحدي الثاني ثلاثة د الشوافر ومن بعد بشخ عرفت اش بغيت ندير هاد الشوفال هدا غنحاول اواخر مرة الى سخر هو هداك الى ما سخر الفيديو الجاي ديال المقالب ما غاديش نديرو حتى نلوح في البداية تاعو نلوح فيه ثلاثة خصني نلعبو و زيادة على ذلك غنعاود نمشي ندير القرعة نهز وحدة اخرى شي وحدة اخرى وبنعوض بها هذا وهذا غنديرو في الفيديو الجاي ضروري ما غاديش نبدا تاع المقالب ما غاديش نبدا الفيديو ديال المقالب حتى ندير هذا التحدي الا ما درتوهاش الشهر في المقالب. كانت هذه هي يلا نجرب اخر محاولة صلمة بركة عليك الدب تقريبا نص حيت هي بنبقى نضيع في المرايا بارد صاحبي وكو تقولوا عليا كيفاش. المهم
عرفتي لا عرفتي تا تعبر معاك الوقت. حسيت بحال اللي كبيتو على راسي مازال كاع ما كبيتو. انتي وداكشي تاعك الانتحار. لا عاونكم اي باقي لي واحد التحدي غنمشي نبدل حوايجي ونكمل التحدي. هادشي لو بغيتو هادشي اللي بغيت حد ما قال لي والو بوحدي. احنا دابا جينا ضربنا البرد وحنا نلبسو هادي. خلطوهم مزيان خلطوهم ضروري من التخلاط باش ما تكونش سيبو خلطو مزيان. هادي قلت لك كما قلت لكم هادي بين عوض بها التحدي ديال الشوفر حيت ما درتوش، والفيديو الجاي ديال التحدي ما غاديش نديرو حتى ندير 3 د الشوافل ولا ما تليش غندير بها التحدي. المهم غنحلوها يوم يلا نطري مالي بزاف علينا هادي ما قالت لينا شي حاجه اللي خفيفه ولا انا اللي كتب لي داكشي صاحبي. المهم 30 تراكسيون فين انا قد على شي تراكسيون واخا ديرو 30 تراكسيون اليوم تاع السبور جات ليا هاديك سبور 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 كب عليك لما تا هو يلا بقوا معايا ديرو 30 الله يسخرو. المهم كيما كانوا مغشوشين لي كان المهم نكمل 30 اي ما خصنيش نوقف وصافي الله يسلك. بسم الله ثلاثين ثلاثين شدي الكراكاج درنا 30 واخا داكشي. المهم 30 هما هادو شي كاش قدينا وما قدرت نتكال علي. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس وبارطاجيو مع الدراري صحابكم طرحوا عليا العبا اللي بغيتوني ندير نتوما ما عليكم غير طرحوا وانا نفد. يلاه بيس.